الحصول على رغيف خبز كاف يسد رمق أفراد عائلته أصبح صعبا ومكلفا في إقليم دارفور. يقف عبد الرحمن الذي يسكن مدينة الضعين بشرق دارفور حائرا أمام هذا المخبز بحثا عن خبز جيد من حيث الوزن رغم ارتفاع الأسعار. العيش أصبح الكمية بتاعته كانت الكيس 10 قطع بألف، الآن في ظل الأزمة دي 8 قطع بألف، في بعض الأفران 7 قطع بألف. برضو الوزن قل، يعني الوزن كان الشيء الستاندر بتاع القطعة بتاعة الخبز هي 70 جرام. في المنزل تحاول حواء تدبير حالها وهي تكابد الظروف الاقتصادية القاسية من أجل توفير طعام لأبنائها. يا بسم الله. الفجوة الغذائية في الذرة المستخدمة كطعام مع ارتفاع أسعار الخبز أثرت على وجبات الطعام اليومية بالنسبة لحواء والعائلات بدارفور. ارتفاع الأسعار دي بقت لنا صعبة خالص. الشيء الثاني يعني كانت ملوت الدخن بستة، ارتفعت بقت بتسعة 10، يعني الشيء ده مؤثر في كل جميع المواطن. بعض مرات الإنسان شنو يكون الحاجة اللي ياكله ما عنده. بسبب الحرب الممتدة في السودان منذ منتصف أبريل عام 2023 أصبحت عملية نقل دقيق الخبز من ميناء بورت سودان ومدن أخرى محفوفة بمخاطر أمنية وإدارية. إزاء هذا الواقع ليس هناك سبيل لإمداد المدن بالدقيق إلا عن طريق الولاية الشمالية أو دولة جنوب السودان. المسافة ضاعفت على التجار تكاليف النقل مما انعكس زيادة على أسعار الدقيق. بالنسبة للخلا وارتفاع بتاع الأسعار يعني بترجع للتكاليف بتاعت الشارع وارتفاع الدولار نفسه. الناس زي يعني في الشارع بصرفوا كثير، يعني اللوري ممكن يصرف مصاريف شارع سايد بصرف له اللوري أكثر من 5 مليون، دي مصاريف شارع بس. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني وتفاقم أزمة الحرب جميعها عوامل أثرت على معاش المواطنين. للعام الثاني وولايات دارفور تشهد نقصا وعدم إقبال على الزراعة المطرية، واقع قد يزيد الأوضاع سوءا مع استمرار الحرب وتمددها لمناطق الإنتاج. صالح أبو علامة، قناة العربية، إقليم دارفور.